اهلا بحضراتكم اعزائنا المشاهدين. ما فيش شك انه التعليم محور اساسي من محاور التنميه، اي مجتمع اي دوله دائما بنؤكد على انها بتقوم على التعليم. كل نهضه حديثه وقديمه كان اساسها التعليم. وتجارب ونماذج مهمه جدا قامت على التعليم والتكنولوجيا والتدريب. واحنا بصدد طبعا وما زالت اصداء نتائج الثانويه العامه والتنسيق والمرحله الاولى، فأكيد لازم نتكلم على التعليم والتدريب وأهميته في النهوض بالمجتمع. وحول هذا الموضوع معنا الأستاذ محمود علي محمد المجبري، مدير المركز العربي للدراسات والتدريب وإعداد الباحثين بمحافظة سوهاج. الحمد لله على السلامة أستاذ محمد. أستاذ محمود أهلا بحضرتك. الله يهلا بيك أحمد، يا محمد بيه أهلا وسهلا بيك يا أهلا فندم. بحضرتك يا فندم. بداية عاوزين يعني قبل ما نتكلم على المحاور اللي موجودة معانا، شفت إزاي أو بتشوف إزاي الثانوية العامة بصفة عامة يعني بمراحلها المختلفة؟ هو مما لا شك فيه ان الثانويه العامه هي لها انماط كتير اخرى متعاقب عليها، منها العقبه الصحيحه والعقبه غير صحيحه. في الوضع الحالي اللي احنا بنتكلم فيه، في بعض الامور نتغاضى الحديث عنها يعني، لكن في المجال العلمي حاليا ماشي على نمط صحيح في ظل اتجاه الدوله حاليا للثانويه العامه والتعليم والتدريب بداخلها، بالاخص في التعليم الفني واتجاهات الدوله من خلالها، ودعم السيد رئيس الجمهوريه للمجال الفني والتعليم والتطوير والبحث العلمي. الثانوية العامة مما لا شك فيه أنها عقبة في بعض الأحيان، وفي بعض الأحيان الأخرى نموذج متميز. النموذج المتميز أنها تخرج أجيال متميزة في كل الكليات المختلفة، سواء في طب أو صيدلة أو علوم أو غيرهم من بعض الكليات المختلفة. أما في العقبة اللي بها أضرار، الطالب بيعتمد على بعض الأمور لا تصح، خاصة في مجال الدروس الخصوصية والتي أدت إلى تفشي الكامل داخل المجتمع بعدم الذهاب إلى المدارس وغيره وغيره. لكن في الوضع الحالي اللي احنا فيه، الثانوية العامة تتطرق إلى نموذج متميز وهو البحث العلمي بالأخص التكنولوجي، وفتح المدارس التكنولوجية الأخرى التي فتحها السيد رئيس الجمهورية. جميل، نقطة في غاية الأهمية، المدارس التكنولوجية والتعليم الفني وأهميته ومدى إدراك المجتمع. هل المجتمع مهيأ لاستقبال أو للاقتناع بتعليم آخر غير التعليم الثانوي، وهو التعليم الأهم يعني اللي هو مرتبط بحياتنا، التعليم الصناعي والتعليم التكنولوجي واللي بتتفوق به العديد من الدول وخريجيه بيعتبروا في يعني في الصف الأول مزبوط. بالنسبة بالأخص للمجال التعليم الإنتاج؟ الفني. نعم، بالأخص التعليم الفني، لأن التعليم الفني هو سوق العمل في الدول المتقدمة. النظر إليهم ليست نظرة ثانوية عامة أو كليات قمة زي ما بنسمي احنا عندنا في مصر كليات قمة، لا، انت في الدول المتطوره زي فنزويلا او زي ماليزيا او اسكتلندا او الفلبين، النظره ليها النظره الاولى التطبيق الفني. فيش شيء اسمه الثانويه العامه اللي هي طب صيدله هندسه علوم فقط، لا، بياخذ الطالب المنهج العلمي بتاعه اللي هو تطبيق فني. التطبيق الفني الا ما يكون موجودا في سوق العمل لم يكن هناك تطور، وان لم يكن هناك تطور فليس هناك دوله. ومصر هي الرائده الاولى منذ القدم في مجال التطور العلمي، في مجال تطور البحث العلمي، في مجال الشكل الفني بالاخص في البناء، في التشييد، في الصناعه، في التجاره، في الزراعه. كل شيء يرجع للتطبيق الفني وهو اساس كل نجاح في اي دوله متقدمه. جميل. استاذ محمود، التعليم ودوره في تحقيق التنميه المستدامه، يعني اكيد فيه عناصر محدده بتؤدي الى هذه المخرجات او الى الدور الخاص بالتنميه المستدامه. نعم. التعليم هو زي ما تعلمناه على يد اساتذتنا انه هو الاداه والوسيله التي يكتسبها الافراد للنهوض بمجتمعه. جميل. ان لم يكن هناك تعليم فهناك جهل، وان كان هناك جهل كان هناك خسف بالدول المتقدمه. في مجال التنميه المستدامه هي لابد ان نعرف يعني ايه التنميه المستدامه. نعم. قبل ان نتكلم عن الطرق والمبادئ والهدف بتاعتها. نعم. التنميه المستدامه هي مجموعة من الإجراءات والأساليب الحديثة التي تستخدمها كل مؤسسة سواء تعليمية حكومية أو خاصة للنهوض بالأفراد العاملين لديها، سواء طلبة أو موظفين داخل الهيئات. حتى يكون هناك تنمية مستدامة بالأخص في مجال التعليم، لابد أن يكون هناك مبادئ تقوم عليه. المبدأ الأول وهي الشفافية والمصداقية، وأن نكون صادقين بأن لدينا مشكلة في مجال التعليم في الوقت الحالي. أول حل لأي مشكلة أن نعترف أن هناك مشكلة، المصداقية، يعني وأن نؤمن بأن هناك مشكلة. تمام. ثانيا أن يكون هناك بناء وإعداد لهذه المشكلة، البناء والإعداد من خلال وضع خطط وبرامج تدريبية مؤهلة ووضع استراتيجية خاصة يقوم عليه القائم على هذا الأمر. القائم على هذا الأمر هو القائم على المؤسسة نفسها أو القائم على إدارة شؤون هذا العمل الموجود داخلها. إذا وجدت المصداقية لدى المصري أو لدى المؤسسة لم تكن هناك مشكلة.
في مجال التنمية المستدامة داخل مصر. ولذلك يجب علينا بناء التنمية المستدامة من خلال تكوين فريق عمل يقوم على الاستدامة، وضع الأخطاء الموجودة واستدراجها إلى أماكن أخرى وهي تكون الخبرات. ثانيا المصداقية، بعد أن عرفنا المصداقية لابد أن يكون هناك إعداد جيد، إعداد جيد من خلال البرامج التدريبية الموجودة، ثم وضع الخطط، ثم العدالة والشفافية في وضع حلول لهذه التنمية المستدامة. إذا وجدت التنمية المستدامة لذلك كان هناك التعليم بشكل جميل ورونق، وأصبحنا في مصاف الدول المتقدمة. وأغلب الدول المتقدمة القائمين عليها مصريين، شركة أوبل مصري، طالب شركات يعني الشركات العالمية عموماً. ما بدون شكل عفوا لذكر الاسم، لا لكن الأخص أن أقصد في ذلك أن هذا عالم مصري أخذ على 4 جائزات نوبل في مجال هذه الشركة. وتم الذهاب إلى اليابان. أحد العلماء الكويتيين كان عامل فيديو بيتكلم على اقتناعنا بإمكانياتنا كمسلمين وكعرب، فقال إنه أغلب الشركات في المتقدمة والمتطورة في المجالات العلمية اللي ما تتخيلهاش، في مجال مايكروسوفت، في مجال كذا في كذا، مسؤول العلماء اللي موجودين فيها مصريين. يعني عرب، بتلاقي يعني عموما انك انت لازم تقتنع بامكانياتك مش ما يصدره لك الاخر. بالاضافة يعني استكمالا لكلام حضرتك محمد بيه، عميد كلية الاعلام في امريكا مصري ومن الصعيد، دكتور في جامعة الملكة مصري وصعيدي من احد محافظات الصعيد، يعني لو يسمح ان اذكر اسم محافظته. اتفضل. الاستاذ محمد، الاستاذ احمد، ده من جنة، كان في جامعة جنوب الوادي كلية العلوم، واصبح حاليا محاضر في جامعة الملكة ببريطانيا. صحيح. الدكتور محمود عبد العاطي من سوهاج، حاصل على افضل باحث في علوم الرياضيات على مستوى العالم. صحيح. من دولة الصين. كل دول مصريين. يعني التعليم في مصر اذا وجد الطريق الصحيح لي من خلال الإدارة الحكيمة لها أصبحنا منتجين. أنا شفت في العلمان الجديدة لقاء مع مهندس شاب ما شاء الله، يعني شاب هو مسؤول عن الحي اللاتيني. نعم. اللهجة بتاعته صعيدية. نعم. يعني فأنا حسيت أنه هو يعني من الصعيد، من اللهجة، من طريقة كلامه يعني. يعني كنت سعيد بيه جدا، يعني هو في الثلاثينات كده من عمره، ولكن هو مسؤول عن الحي اللاتيني في العاصمة الإدارية. نعم. في العالمين الجديدة. نعم. في العالمين. فلما تلاقي قيادات زي كده فتحس بالطاقة الإيجابية زي ما مزبوط مزبوط. فعندنا الإمكانيات. فضل. يرجع هذا النجاح أحمد بيه لمجال التدريب اللي كان قائم داخل المؤسسة اللي هو فيها. إذا كان هناك تدريب أصبح بحث علمي، هو نهج البحث العلمي في هذا المجال. لذلك أصبح شاب يعني تفتخر به حضرتك ونفتخر به جميعا أن نكون قائم على الحي اللاتيني في العالمين. لذلك أصبحت النموذج العلمي القائم عليه هو نموذج التدريب والتأهيل والتطوير. عايزين نبسط الموضوع نقول يعني ايه انا تعليم؟ يعني انا لما اروح مثلا محطة بحوث زراعية في اسنا او في شندويل في سوهاج، او ولاقي مثلا محصول قمح باسم شندويل. نعم. يعني محصول او صنف معين. لما الاقي مثلا صنف اسمه جيزة مش عارف كام، يعني ده معمول في الجيزة بمركز في البحث العلمي، لما الاقي طلبة او مراكز طبية متخصصة او ابحاث علمية طبية متفوقة في مجال معين، فانا من خلال التعليم ده بطور زراعة، بطور صناعة، بطور طب، بطور هندسة، بطور كذا، بطور كذا. فالأماكن البحث العلمي دي والاهتمام بيها ودعم الباحثين ودعم هذه المراكز بالإمكانات المادية، لأن الإمكانات البشرية موجودة طبعا. وده برضو يقودنا لموضوع التدريب والتعلم والربط ما بين التدريب المهني والفني. ده نقطة المحور مزبوط. اللي موجود معنا. مزبوط. زي ما قلت لحضرتك سابقا، لو كانت المؤسسة قائمة على مناهج البحث العلمي ثم الإعداد الفني المتكامل، وهو الشرط الأساسي فيها التكوين زي ما تكلمت حضرتك المادي، وجود الشق المادي، لأن الشق المادي هو الأساس وهو المسيطر على كل شيء في الوقت الحالي. إذا وجد الشق المادي أصبح الباحث عنده إمكانيات أن يكون على بحثه بشكل أكبر. إن لم تكن فليس هناك بحث علمي. صحيح. فلذلك يجب على أي مؤسسة أو أي هيئة سواء حكومية أو خاصة أو تتبع لأي جمعيات أو غيره، أن يكون هناك ربط أو جزء مادي معين مخصص للبحث العلمي، زي ما بيحصل في بعض الجهات والمؤسسات العلمية الناجحة. يقوم على التدريب الفني من خلال البحث العلمي الموجود والتنمية الاقتصادية، لأن التنمية الاقتصادية هي التنمية الأساسية من بعد العلم، من بعد التعليم، لأن في بعض الأحيان يقال أن الهدف الأول التعليم ثم الصحة ثم الاقتصاد. العكس،
الاقتصاد اولا ثم ياتي من بعده التعليم، لان لم يوجد لدي اموال ولم يوجد لدي اقتصاد. طب ما عشان اعمل اقتصاد لازم يكون عندي تعليم. ما عندي تعليم بس جيدة. التعليم يكون من المرحله الاساسيه الاولى انا بنيت فيها، المرحله التعليميه الثانويه وفيما بعد لابد ان يكون هناك جزء مادي موفر لهذا الشخص حتى يستعين على النمط الحياه الموجود. طب لو سالت حضرتك سؤال مباشر يعني كفكر اقتصادي يعني لما انا بعمل مشروع اقتصادي مثلا مشروع سياحي مشروع عقاري كذا بيديني عائد مادي مزبوط. سريع جدا مزبوط. لما انا بصرف على البحث العلمي وعلى التعليم ما فيش عائد مادي، يعني انا بصرف لكن ما فيش عائد. ما فيش تدريب. لا مفيش تدريب. انا اقصد ما فيش عائد، يعني انا مش بكسب من الـ من الـ من الـ من البحث العلمي ده. انا كمستثمر نعم. مش هقول كدول مثلا او كدول بصرف بس ما فيش عائد سريع. فانا عارف الاجابه بس انا عايز من حضرتك انا المفروض عقليتي او فكري يكون ان انا اصرف على التعليم وهو هيديني تنميه مستدامه، ولا اصرف على مشروع هيكسبني فلوس بسرعه؟ اصرف على الاثنين مع بعض. جميل. اصرف على الاثنين. اصرف على الاثنين لان الاثنين مكملين لبعض. تمام. اذا وجد الاقتصاد ولم يوجد تعليم لا يوجد اقتصاد، واذا وجد التعليم ولا يوجد اقتصاد لا يوجد بحث علمي ولا يوجد هناك تطور. تمام. ولا تدريب ولا تأهيل. لا لابد ان يكون الاثنين مكملين. يعني ما ينفعش اصرف انا كرب اسره مثلا اعمل مشاريع اقتصاديه بتجيب فلوس لاسرتي وما اعلمش كويس. العلم يرفع بيوتا لا عماد لها، والجهل يخسف بيوت العز والكرب. تمام. واول ما نزل على رسول الله صلى الله من رب العزه اقرا. نعم. لم يقل له اصنع ولا ازرع ولا غير، اقرا. وعندما ربط الله قوله تعالى اقرا فجعل القراءة والتعليم هم إكرام لأي مكان سواء يعني داخل إن أنا أصرف على المؤسسات التعليمية وعلى البحث العلمي ده استثمار في حد ذاته. آه طبعا. واستثمار أهم من الاستثمار صاحب المكسب أو البزنس السريع يعني. نعم بالضبط. نعم. فدي نقطة مهمة إن أنا أهتم بالمجال إلى البحث العلمي الاقتصادي. الاقتصادي. لابد يعني ايه البحث العلمي الاقتصادي؟ البحث العلمي الاقتصادي اولا كبحث علمي نمطي خاص بي. انا خلاص هتخصص مثلا في مجال الطب، في مجال القانون، في مجال الزراعه، لكن ما عنديش التنميه الاقتصاديه لموضوع البحث العلمي. ازاي انا هنجح تمويل بالتعليم. يعني ما اشملهاش بتمويل عشان لا تؤخذ بامور اخرى نتطرق لا يعني فيها. الامكانيات الماديه، الخاصه بجهه العمل نفسه. تمام. لابد ان يتوفر كما يطلق عليه اللي هو صندوق الخدمه الموجود داخل المؤسسه او الهيئه، ان يتوفر جزء من المال ده خاص بالتعليم. نعم. اللي هو من مجال البحث العلمي. هنا دي حاجه تسمى التنميه الاقتصاديه. انا وفرت لمحمد بمبلغ وقدره معين لكذا، ان محمد بها تخصص مثلا في مجال الاعلام في كذا وكذا وكذا، لما يعود على المكان المؤسسه القائم عليه محمد بيه في المجال اللي تخصص بيه هيرجع لي العائد المادي اللي انا صرفته ضعف ضعفين. بالظبط. ده اللي هو التنميه الاقتصاديه العلميه والتنميه المستدامه. التنميه المستدامه بشكل عام. نعم. تمام. بنشوف في الموازنات لبعض الدول لما نرى ارقام ودول ممكن تكون صغيره لكن نلاقيها مثلا تضخ استثمارات في مجال البحث العلمي بمبالغ كبيره جدا. مظبوط. وده بيؤدي الى يعني مثلا لما نشوف تجارب يعني مثلا الصين عملت ايه، ماليزيا عملت ايه. بالظبط. يعني في بعض الاماكن كده اللي هي التعليم، طبعا اليابان حدث ولا حرج، دي كانت الانطلاقه الاولى بالنسبه لها والاخيره لحد دلوقتي التعليم. نعم. فالتعليم والتكنولوجيا اصبح شيء اساسي ومطلب ضروري ومهم جدا لاي مجتمع. مظبوط. ولا ايه؟ مظبوط طبعا. تمام. طبعا. وبالاخص ان احنا في عصر التطور التكنولوجي الحالي. وفتح المدارس التكنولوجيه اللي فتحها الدوله بسم الله ما شاء الله موجوده عدد من كتير تعادل 3111 مدرسه. بعض الكليات والجامعات داخل الحاسبات والمعلومات والاخرى، بالاخص ان احنا اصبحنا في حاليا في وضع تكنولوجي اكثر من هو وضع ورقي او كتابي. محمد بي ادخل على جوجل اي كلمه موجوده، ده تطور تكنولوجي. المجال الاعلامي كذلك الامر، المجال القانوني اصبح حاليا حتى المجال القانوني اصبحت المحاكمات عبر الكونفرنس. نظام الكونفرنس في بعض القضايا والجلسات المحاكم. فده شيء اصبح تكنولوجي، تطور تكنولوجي كامل لا غنى عنه. يقال ان الامارات اول بلد متطور في مجال التكنولوجي، لكن بعد الحادث الاخير يعني لو انت تسمح لي ان اتكلم عنها في وضع الهاكرز اللي كان حاصل على مستوى العالم، الثلاث بلاد اللي كان ربنا حافظهم اولا كانت مصر، ثم بعد كده تدخل عليها روسيا بسبب تطورها وتكنولوجيا، لم يخترق المجال الجوي الالكتروني بشكل عام. لم تخترق المطارات زي ما حصل في بعض الدول الاوروبيه اللي بتقول على نفسها هي دوله متطوره في التكنولوجيا، لكن في الوضع الاساسي التطور التكنولوجي هو موجود في مصر، لكن يريد شيء واحد فقط، اظهار هذا التطور.
مين اللي في ايده ازاره هذا التطور؟ مش يمكن احنا بنعتمد على التكنولوجيا لكن برضو العامل البشري لسه موجود، فدي نقطه في منتهى الخطوره. ان انا ممكن ادخل على بنك معين واسحب حساب من هنا واحطه في حساب محمود بيه واحطه في حساب في كذا ويبقى الموضوع تكنولوجي بحت، العامل البشري لا غنى عنه. لا لا انا لا اتكلم ان يكون العامل البشري لازم يبقى العامل البشري موجود. لا 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 اقصد يا محمد بيه اتفضل، انا دلوقتي لما يكون انا عندي تطور تكنولوجي افاده شخصيه لي انا كشخص او افاده شخصيه لمحمد بيه، لكن العامل البشري ده اساسي، لان العامل البشري هو اللي صنع التكنولوجيا، مش التكنولوجيا اللي صنعت العامل البشري. جميل جميل. ده الاساس. ما هو في خطا بعض الدول بتقع فيه انها بتعتمد 100% على العامل التكنولوجي، فبيحصل لما يحصل السيرفر يقع خلاص بالسلام. وده اللي حصل الايام فات من اسبوعين ثلاثه، ده اللي حصل فيهم. لكن في حاله وجود العامل البشري والعامل التكنولوجي ويكون مواكب العصر اللي احنا موجودين فيه، لان انا ما ينفعش اتعامل بالتطور التكنولوجي وما عنديش العامل البشري، او اتعامل بنسبه 85% مثلا على العامل البشري والعامل التكنولوجي حواليا العالم ده تاخر كده، وانا مش هبقى فاهم ايه اللي بيحصل حواليا. سواء بيستخدم التطور التكنولوجي في التجسس حاليا، في الروبوتات، يعني حاليا اصبح شيء خطير جدا الحرب الالكترونيه اللي شغاله بيحاربك بشكل كده، طائر صغير كما يطلق عليها الناموسه موجوده انت ما تعرفهاش تيجي على الايد قاتله تدخل على مكان تفجره. صحيح. وده اللي حصل اغلب الوضع اللي كان حاصل في الدول العربيه اللي داعي ذكر اسمه. حصل انفجارات كبيره بالشكل ده تطور تكنولوجي. انا لو ما عنديش المضاد لي مش مستعد لي خلاص، لازم استعد لي. يعني الوقايه خير من العلاج في كل امر. جميل. التدريب والهدف منه واهميته في تنميه المجتمع، وخصوصا انه في بعض الكليات او بعض التخصصات تبقى بعيدة عن الواقع، فالتدريب ده هو اللي أعتقد بيحل المشكلة أو بيعمل حلقة الربط، يعني بالأخص الكليات النظرية. نعم. زي مثال كليات الحقوق، كليات الأداب، كليات التربية. كليات الحقوق يعتمدون الاعتماد الكامل على المواد النظرية فقط، لكن في حين أن هم لهم تطرق أكبر في مجال مسرح الجريمة، التدريب عنه، التدريب في الطب الشرعي عنه، التدريب برضو حضرتك عن الأسلحة أو الزخيرة أو غيره، لأن ده محامي، المحامي بيوضع قدامه تقرير كامل متكامل. لا بد أن يكون فاحص كل شيء، يعني لو جاتني تقرير مثلا قضية قتل، الحاجات الجنائية الفنية، العلوم الجنائية والجنائية المساعدة. نعم. بأشكالها المختلفة. نعم. لما أنا مثلا كطالب كليات نظرية يكون عندي تطبيق عملي على الأقل بنسبة، مش هنقول 85-20، لا هنقول بنسبة 10% تطبيق نظري، تطبيق عملي لكل مادة من المواد، أنا هواكب العصر بزيادة. يعني أنا في مجال الطب الشرعي مثلا، أنا كدارس قانون، أو محمد بيه كدارس إعلام، محمد بيه دارس إعلام، يعني على الأقل خلاص هتبقى عنده معلومة كاملة عن التصوير الفني الجنائي. لو سألت مثلا طالب إعلام إيه تصوير فني جنائي، ما عنديش خلفية، مش تبع. سألت بتاع حقوق يعني إيه تصوير فني جنائي، مش موجود عنده. بتاع هندسة اللي هي السلامة والصحة المهنية، بتاع تجارة كذلك الأمر، اللي الحاسبات الإلكترونية وغيره، اللي هي الجرائم الإلكترونية الموجودة على المواقع الإنترنت أو على الحاسبات الموجودة على الأجهزة في كل شيء. طبعا التطبيق الفني أو التطبيق المهني لابد أن يكون موجود. إن لم يكن تطبيق عملي، أنا المؤمن به، يعني مؤمن به بعد إيماني بالله ولا الرسول، يعني المؤمن به في مجال التعليم التطبيق الفني. صحيح. والتطبيق العملي بنسبة 90% على الأقل أو 75%، لأن احنا الأعداد هنقول كبيرة ومهولة. لكن أنا لو وفرت زي ما بيحصل في الدول التانية، لا أنا مثلا في كلية حقوق، أنا هاخدك المحكمة مثلا تطبيقك كامل، مرافعات موجودة، جنائي موجود، هديك مسرح جريمة يعني إيه، هعرفك مثلا أدلة جنائية يعني إيه، يعني إيه مثلا ترفع الأداة مسرح جريمة موجودة في المكان، إزاي تعرف تحرزها، إزاي كذا، حتى تجنبا كفرد ما تدخلش في مواقع اللي هو مسرح الجريمة ده واخذ عليه انا كضرر، لان زي ما بنقولها كده بالعاميه بتاعتنا، يعني ده متهم من غير اي سبب، لان ليس له ادراك. وكانت في بعض المقوله لاحد المحامين اساتذتنا كان يقول ان لم اجد لي معلما في المجال الفني فلا يكون لي ان اكون محاميا ذو علم قدر وفير. لكن اعتمد على الشكل النظري، ومش بالخاص في كليات الحقوق، حتى في كليات الاداب كذلك الامر، في كليات العام زي ما طرقنا حضرتك لو التصوير الفني الجنائي، كليات الحاسبات والمعلومات، ودي الاساس اللي هو التطور التكنولوجي. يبقى الشق الاساسي والقائم عليه اي عمل هو الفني، ان لم يكن هناك تطبيق عملي فني، تدريب عفوا تدريب فني عملي، هو النجاح هيبقى موجود، لكن مش هيكون بالنسبه اللي احنا انا هوفر، يعني هختصر عليك سنوات. نعم. يعني هديك يعني حاجات المفروض انك انت تختصر عليك او تقفز قفزات مهمه في مجال عمل. مثلا الكليات العسكريه، 3 سنين ميلاديه، 4 سنين دراسيه، هم بيخدهم 3 سنين ميلاديه تدريب عملي،
بياخد التدريب العملي كامل كالرياضة كاللياقة البدنية أو غيره أو غيره، وفي نفس التوقيت بيدرس القانون وبيدرس المجال العسكري بشكل عام، يعني ده اللي هو النظري. لكن بنسبة عفوا بنسبة 80% تطبيق عملي. ليه ما يكونش الربط بالشكل ده؟ الربط بينه وبين المؤسسات كإعلام مثلا، كالقناة الفاضلة والقائمين عليها أساتذة متخصصين. أنا مجال إعلام، أنا لا، أنا يبقى في تعاون بين مثلا جامعة أسوان وقناة طيبة الموجودة فيها لا تطبيق عملي. محمد بيه هيلقي مثلا محاضرة عن إعلام، أحمد بيه عن كذا، الأستاذة فلان كذا. احنا نتمنى يعني أنا أربط الربط ده مبادرات أهو. بنقول احنا مستعدين لدعم كلية الإعلام في جنوب الصعيد بالضبط، في سوهاج، في قنا، في البحر الأحمر، بالخاصة عندنا متخصصين متميزين في مجالهم، انه يبقى في ربط ما بين التدريب في الواقع وما بين الدراسة النظرية. مزبوط. ده شيء يعني نسعد به. في نقطة مهمة أستاذ محمود علي المجبري، وهي مرتبطة بزمان يعني وما زالت وزارة التربية والتعليم. نعم. التربية والقدوة وبنشوف بعض المشكلات اللي حدثت في حفلة التخرج وما شابه. إزاي أنا يبقى عندي، وخصوصا يعني حتى احنا مش بنلوم الطلبة فقط ولكن أولياء الأمور كمان، إنه وليس أولياء الأمور فقط أحمد بيه، اتفضل يعني النقطة دي عايزين نتكلم عنها، وخصوصا إن أنا يعني حتى لو يطلع معلم أو معلمة يكون على قدر ومستوى إنه هو بيغرس القيم والمبادئ، لأنه علم بلا أدب أو بلا أخلاق لا يكون يعني مجدي في أي مجتمع. الزرع إن لم تنبت ثمرة طيبة فليس هي ثمرة. تمام. ده ما يعني المعترف عليه. في الوضع الحالي اللي احنا شفناه وضع حرج حرج جدا، حتى يعني حفل التخرج، انا لا، انت حضرتك بتقول الوم على اولياء الامور وعلى الطلاب. الملامه ليست على اولياء الامور ولا الطلاب، الملامه على الذين ينتظرون ان تنتهي المهازل امامهم حتى يتم التكريم. واتكلم معك بصراحه بكل وضوح، احنا دوله اولا اسلاميه عربيه تقوم على المبادئ والقيم والاخلاق والاعراف بالشكل العام نتكلم بها، او بشكل الصعيدي عائليه او قبليه بشكل عام. محمد بيه من عائلة فلان، محمود من عائلة فلان، محمد كذا، هتبقى في نظرة لي للفلان الفلان ده من عائلة كذا عمل كذا. ده أول شكل. الشكل الثاني لما يكون أنا أستاذ وكقدوة، المفروض أن أنا قدوة ليه وأنا الممثل ليه في المجتمع الداخل البلد، أنتظر طالب خلص لي رقصته أو طالبة تخلص لي رقصتها عشان أنا أسلم الدرع أو أسلم الشهادة، ده معلش ده تقليل من شأني أنا كدولة، وبالأخص أن دولة ناهضة في مجال التعليم. دولة كل لقاءات رئيس الجمهورية تكلم عن مجال التعليم والتطوير والبناء والتشييد، كل مرة يعني تكلم رسمية الوزراء الأساتذة والقائمين على هذه المجال. طبعا. المفترض نمرة واحد، أنا بضع قواعد من البداية لحفلات التخرج، لحفلات دي أو واحد اثنين ثلاثة، الالتزام الأخلاقي، القيم. أن أنا الخروج بشكل معين بكذا، بوقار، الوقار يكون موجود، وقار المكان. إنه لو حدث من أول ما بيحدث، من أول ما بيحدث أول طالب أو طالبة تخرج ويحدث مثلا شيء من الفرحة بهذا الشكل، أنا بوقف هذا الشيء المحيل للتحقيق، وده لا يحدث. مؤسسة تعليمية وليست مؤسسة. ليه أنا ببقى حاطط دي جي أو مصاحب رقصات وأغاني مهرجانات؟ يبقى أنا بخرج رقصات، يعني المفروض الرقصات وأغاني المهرجانات، أغاني المهرجانات والموسيقى دي ما تبقاش موجودة لا داخل الحرم الجميع ولا حتى حضور الأساتذة لهذا الموضوع. طب ما هو أقول لك أنا بعمله في مكان تاني، بعمله مثلا في نادي أو في مكان، ما أحضرش أنا كهيئة تعليمية، انتوا مع نفسكم، انا ما احضرهوش. اللي عايز يعمل حفله يعملها، وما تذكرش اسم جامعتك ولا كليتك. انت طلاب مثلا خريجين الدفعه الفلانيه من كذا، دون ذكر اسم الجامعه ولا دون ذكر تحت رعايه فلان ولا حضور احد ولا حتى ممثل لاي حد من اعضاء هيئه التدريس. ولو حصل هذا الذكر يحال للتأديب. يعني انا اطالب واناشد يعني من خلال برنامج حتى الجامعه بيتقال لها الحرم الجامعي، حرم كالحرم المكي، حرم يعني كالحرم قدسية المكي. ليها قدسية طبعا كالحرم المكي المكي عفوا. دي مجال تعليم، مجال التعليم ده اللي هو يعني أول كلمة ذكرت اقرأ هو التعليم. أنا لما أكون أنا المجال ده بيخرج لي مثلا أستاذة طلعلي ترقص أو أستاذ طالع يرقص، وأنا بنتظر ومش أي كلام يعني، لا تأسلوب يعني مستفز صراحة للمجتمع. لو نظرنا لليابان آخر يعني شيء رأيته، طالب صغير أنهى السنة الدراسية اسمه محمد علي ياسين، طالب في السنة السادسة الابتدائية في اليابان. لو شفت حضرتك مجال التكريم لي واستلام التكريم عظمة عظمة، وطالب في السنة السادسة الابتدائية يعني أنهى المرحلة الابتدائية عندهم هناك.
الاستلام بشكل هندسي، نموذج عسكري مش نموذج كده. لو نظرنا حضرتك برضو لحفلات التخرج العسكرية ما فيها طالبات، نعم، ما فيش ليه الشكل اللي بيحصل ده، وفي قادة موجودين. معلش أنا مع احترامي الكبير للقادة وقادتنا وحفاظة البلد، لكن أنت عضو هيئة تدريس، هو ممثل عسكري موجود في المكان، قائد، أنت قائد موازي ليه، أنت قائد في مجالك الحرم الجامعي، هو قائد في المجال العسكري، كذلك حرم جامعي بالنسبة لي، ليه أنا ما بمشيش بالنمط العسكري للبلد؟ على الأقل خلاص ما أبصش على البلاد، المصاف البلد اللي بتطلع علينا ألفاظ ما فيش داعي، بالاخص يعني تقصد الالتزام في هذه، بالاخص ان الترند دلوقتي اصبح هوس، هوس كل الناس. يعني انا دلوقتي لما تطلع طالبه كده، ايه اللفظ اللي هيطلع عليه انا كمصري في مجال العلم؟ يعني في بعض المؤسسات المشترك فيها، ما فيش داعي اذكر اسمها، اتفضل، كانوا طالبين مؤتمر نتكلم فيه عن المجال السياسي والدبلوماسي داخل مصر من حيث الشكل القانوني. تمام. الاستاذه بتتكلم معايا بتقول لي حضرتك الكويت، انا هذكر اسم الدوله، الكويت عاملين مبادرة كاملة لإثبات كم باحث مصري يتفوق على كم باحث كويتي. أنا ممكن أوضح لحضرتك على التليفون موجود، يعني بقول لها معالي الدكتورة، إحنا من أنشأنا التعليم ونحن من أول من وضعنا التعليم وأول من خط بالقلم كان داخل مصر سيدنا إدريس، يعني إحنا أساس التعليم. هم مين لو رجعنا للتاريخ؟ ما احترمنا لا مش يعني. مش مهاجمة عليهم، بس اللي هو التداخل بالكلام عامل هو ربط الانتماء. الطلبه المصريين متفوقون من الاوائل في الدول العربيه، يعني الطلبه المصريين والطالبات المصريات. يرجع حضرتك للمجال القائمين عليه هناك والنمط القائمين عليه هناك، النمط هناك قائمين عليه تعليم. اذا حضرتك بتؤكد على قيمه الاخلاق والالتزام طبعا. وما حدث ما يحدث في حفلات التخرج ده لابد ان يكون هناك وقفه، وقفه كامله، وقفه كاملة من الدوله اولا بالشد على يد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، لأنه بصفته هو ولي الأمر للجامعات الموجودة داخل مصر، هو المسيطر والمهيمن عليها. لو أخذ قرار بكل رئيس جامعة حدث هذا الأمر عنده، سوف يحال الجميع إلى التحقيق ووضع رادع. الوضع الرادع بيكون في كل مكان له النجاح طبعا، وده طبعا يكون وقاية. أنا مش أنتظر العلاج، لا، أنا يكون عندي الوقاية، حتى والوقاية خير من العلاج في كل عمل. جميل. حضرتك نقول في نماذج معينة، يعني طبعا الدولة توجهاتها حول النهوض بالمجتمع وعلميا وفكريا ده واضح، ولكن قبل ما نتكلم عنه عاوزين نقول في أنظمة تعليم في العالم حضرتك رصدت أنها متميزة مثلا في أمثلة، مع إيه أفضل أنظمة التعليم في العالم؟ فنلندا متميزة بنسبة فنلندا طبعا متميزة جدا. ماليزيا إلى حد ما أصبحت حاليا تميل إلى بعض الأشياء الأخرى، لكن في مصاف التعليم يعني أمريكا في مميزات معينة بيعملوها مثلا إحنا لازم نطلع. التأهيل والتدريب، يعني عندهم مجال التدريب، ما فيش حاجة اسمها كتيب أخذ الكتاب ويذاكر والمحاضر موجود عنده، هذا الكتاب بتاعك والمجال الفني بتاعك انا موجود معاك، لازم تطبق عمليا زي المجال الهندسي. اي مجال فيه انت موجود بالشكل ده يبقى انت تطبيق عملي ونظري عندي، تطبيق عملي بنسبه 75% كما وضع عنديهم وبنسبه 25% نظريه. ده المصاف امريكا، يعني 99.9% فيها مصريين، لكن امريكا بقت على مصاف الموضوع. طب انت اثرت حضرتك نقطه مهمه، الدول دي هل الدول دي في عندها دروس خصوصيه؟ ما اظنش يعني، ولا لا دروس خصوصيه. بقول حضرتك هو بيدي الكتاب ويشتغل معاه عملي، هياخد درس خصوصي ليه؟ طيب لما انا بغذي حضرتك النمط كامل متكامل، يعني ما فيش حاجه مثلا اجيب كده يعني هي منظومه متكامله، منظومه متكامله. موضوع الدروس الخصوصيه يعني لو حبينا نتكلم، وانا اتكلمت مع معلمين وافاضل وبقول لك المعلم مضطر ان هو بيبقى عنده عدد كبير في الفصل، الناحيه الثانيه بيبقى هو دخله المادي مش مش مزبوط مش عالي، ف او مش مناسب، مش عارف يعيش بمعنى صح يعني، فبيضطر للدروس الخصوصيه. طب ايه الحل للموضوع ده؟ يعني حضرتك شايف شخصيا مثلا هل في حلول انه الدروس الخصوصيه؟ زمان كان اللي بياخد درس خصوصي عيب، يعني انه ده بياخد درس فاشل الا اذا كان في ماده معينه بيقول لك محتاج تقويه فيها. بالظبط. مش المعلم يجي مثلا عنده سكرتاريه ويعمل وقبلها كبار للطلاب ويعمل انترفيو علشان خاطر يحدد هو عايز الطالب اللي مستواه فوق ال 90% نعم او فوق ال 89 مثلا، وانا هوصلك ل 90 91، انا انت محتاج من 2% انا هوصلك ليهم عشان تبقى في مستوى معين او في ليفل معين. المنظومة كلها وأصبحت في المجتمع قوية جدا وأصبحت مرهقة للأسر. نرجع للتنمية الاقتصادية. نعم. التنمية الاقتصادية هي العامل في كل شيء. زي ما قلنا حضرتك أحمد بيه. تفضل. أنا دلوقتي كمؤسسة تعليمية بشكل عام لابد أن يكون عندي شكل معين في التنمية الاقتصادية، اللي هو أنا هوفر لأحمد بيه 1 2 3 من البيئة اللي هي الموجودة كعامل مادي، أن أنا أوفر لك عامل مادي،
هوفر لك كوقت قصير جدا الكورس او المحاضره بتاعتك دي عددها كذا، عدد الطلاب الموجودين هيكونوا في الكلاس 1 2 3 عدد بسيط جدا، لكن لابد ان يكون داخل الوزاره نفسها حاجه اسمها التنميه الاقتصاديه اللي هو الصندوق المادي اللي يوفر لاحمد بيه الحياه المعيشيه بتاعته كحياه علاجيه ايضا. ليه ما نمشيش على المصافي بتاع الدول الاخرى اللي هو المعلم له علاج على الدوله من خلال الوزاره القائمه عليه كنقابه المعلمين الموجوده في كل مكان. المعلم ما فيش حاجه اسمها العلاج، في حاجه اسمها تامين صحي شامل دلوقتي. التامين الصحي الشامل مش بيبقى شامل الكل، خلينا نتكلم بكل صراحه وبكل وضوح. او المدرس في كل المحافظات او المدرس بياخدها بحته زي ما قلت لحضرتك في البدايه خالص موضوع شكلي، يعني انا اخذت تامين صحي ويقولوا عليا المدرس الفلان فلان بتبقى فيه النظر كده، لكن لما انا اوفر ليه زي الدول الثانيه، بعض الدول حضرتك المانيا المرتب بتاعها يفوق مرتب قاضي الدوله. المانيا المعلم يعني يفوق المرتب القاضي. انا لما يكون ليه لما سال احد القضاه في هذا الشكل قال هذا من علمني من انبت في هذه النبته حتى اصبحت قاضيا. يبقى انا لابد نبص على جذور المكان نفسه، وفرت ماديات انا كمدرس هد المجال التعليمي بتاعي، هد الماده العلميه الموجوده عندي، لكن ما وفرتش ماديات زي ما قلت لحضرتك الاسره والعائل بتاعه. طب احنا دلوقتي مثلا كل سنه بيحدث عندنا خريجين في كل المجالات بعدد كبير كبير، وسوق العمل بيكون في عجز في بعض التخصصات، وفي نفس الوقت في فائض كبير في 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 تخصصات او في انواع في نوعيه تعليم اخرى. دايما بنقول ربط التعليم بسوق العمل، يعني دي برضو المفروض انها يبقى في خطوات. دي مبادرات قامت بها وزاره العمل حضرتك وبتوجهات من الدوله اللي هو التدريب في بعض الفئات، حتى اخر اعلان كان لوزاره العمل. لا انا اقصد غير التدريب في 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 المؤسسات الصناعيه والمؤسسات اللي هي العمليه، يعني تمام. اقصد ان انا مثلا بحدد من الاول انا عايز عدد معين في تخصص معين، اعداد معينه، فيبقى من الاول انا مدخل الطلبه دول الكليات دي علشان هم هيتخرجوا يسدوا العجز ده. يبقى يرجع للتنسيق من البدايه خالص. تنسيق من البدايه. التنسيق من البدايه خالص. انا وجدت التنسيق ما خلاص مش هيبقى كل حد جايب مجموع معين ادخل فيه. لا انا تنسيق حددت مثلا كليه الاعلام مثال اللي هيدخلها لازم على الاقل خالص جايب مثلا 90%. هلاقي تلتين اللي داخلين اصلا فيها حاليا في الوقت الحالي ما وصلوش ال 90. مثلا زي كليات الطب انا بحط عدد كده من عفوا بحط مجموع معين ونسبه معينه في المية عشان انا ادخلها. الطالب بيشد وبيجتهد عليها، لكن كليات الحقوق مثلا او كليات النظريه بشكل عام بتاخد اعداد مهوله. نتكلموها بكل صراحه في حين سوق العمل زياده عن سوق العمل. بالظبط، يعني خريجين كليات الحقوق كل عام باعداد، كليات الاعلام باعداد، ولما تكلم الطالب يقول لك انا اشتغل ايه؟ يعني تلاقي اغلبهم ما شغلش في مجاله. لان خلاص السوق تكدس، لكن لو انا في من البدايه خالص في تنسيق عالي. وعلى فكره حاليا اولياء الامور والطلبه وكل الناس لما يلاقوا مثلا مجال تعليم معين او مجال علم معين هيوصلهم انه هيتخرج وهيلاقي فرصه عمل، بتلاقي بيبقى في اقبال عليه. اقبال بدليل انه من فتره كان في اقبال كبير، مع انه كان في عجز قبل كده. نعم. في الفتره دي على التمريض مثلا، على التمريض على اساس انه هيشتغل. مزبوط. او هتشتغل. مزبوط. هتلاقي فرصه عمل. وحاليا اصبحت كليات تكنولوجيا المعلومات والحاسبات اصبح عليها اقبال. بالظبط، عليها اقبال كبير. ف ف ف فده يعني نقول انه برضه عشان ما نلومش على الناس ونقول الناس اصل هي اللي بتختار، الناس لو لاقيه فرصه عمل. مظبوط. لا انا مش بلوم حضرتك، انا مش بلوم. طبعا. انا اللي اقصده حضرتك ايه يا احمد بيه؟ محمد بيه، اللي اقصده حضرتك ان انا الجزئيه دلوقتي لما انا احط للطالب رينج معين من كام في المية مثلا، انا مش هتجيني حتى اقبالية ان انا اقدم عليها المكان، انا عارف نفسي ان انا مش هدخل المكان ده. مثال الكليات العسكرية، الكليات مثلا من تعالى الكلية الفنية العسكرية لها نسبة كذا في المية. عمر اللي في دماغ الطالب انها بتاع الحربية هيروح يقدم على فنية عسكرية، عمر بتاع طب البيت. هل من مرحلة ثانوي المفروض ان انا بأهل او بعرف؟ المرحلة الاعدادية. او من اعدادي؟ من الاعدادية. من الاعدادية. من اعدادي، يعني انا مثلا ببقى بحدد ميول او امكانات الطالب. هذا الطالب ان هو اتجاهه هيكون رايح فين؟ فني، هيدخل فني. خلاص انا عرفت ان ده مجاله فني، يبقى انا اوفر له المجال الفني. بس ده عايز رصد وعايز امكانيات وعايز، يعني انا مثلا ببقى عندي داتا او مركز معلومات او قاعده بيانات ان انا عارف المدرسه دي في كم طالب تعليمهم يصلح يكون فني، كم طالب مجال طبي، ده مجال عسكري، ده مجال رياضي، ده مجال كذا، ده مجال كذا. يعني محتاج جهد، لازم ابذل مجهود. لا مش مجهود، هو على فكره باقل التكاليف وباقل جهد. اقل التكاليف واقل جهد في ايه يا احمد بيه؟ مثلا طبعا. مدرسه اعداديه موجوده في مكان ما في محافظه كذا. نعم. انا هوفر غرفه معينه،
هخلي شخص زي ما عندي أخصائي اجتماعي، أنا أخلي أخصائي ده مراقب للمكان نفسه للطالب بتقييم الطالب، مش هخلي واحد ولا اثنين، بالأخص إن أنا كمان هوفر فرصة عمل للموجودين بره. هيكون مثلا سين وصاد وعين دول موجودين في المكان ده، دول شغلتهم الشاغلة المراقبة. المراقبة اللي هي لكل فصل، الطالب الفلان ده كذا، أنا تقرير بكتبه بجهزه كده، تقرير تقرير عن كل طالب موجود كده، هوفر ليه بعد ما يتخرج الطالب الفلان ده خلاص احنا عرفنا السيستم بتاعه ودماغه كذا، عرفنا مثلا الطالب ده في المجال الفني خلاص في المجال الفني، يبقى انا مش هرق نفسي ولا هرق الدولة، كل شهر هرفع التقرير ده الإدارة الموجودة في المحافظة، المحافظة ترفع للوزارة، والوزارة من خلال لجنة متابعة ومراقبة موجودة زي لجنة الضمان والجودة لكل مؤسسة، ده اللي هتخرج لنا أجيال متفوق في مجال التعليم بشكل عام. طيب موضوع التأهيل، يعني في نقطتين أخيرتين مع حضرتك، اللي هو إزاي الطالب الجامعي والفني والموظف على قدر كبير من التأهيل، التأهيل ده هل مسؤولية المؤسسات ولا أنا كشخص لازم أهل نفسي؟ لا المؤسسات في مبادرات حاليا طبعا في في وزارة الاتصالات مرتبطة بال من أول أشبال مصر الرقمية وبراعم مصر الرقمية، ومن أول أولادهم صغيرين في مبادرات ليهم للبرمجة والتكنولوجيا. نعم. أنا المؤسسة هي الأساس في كل تطوير وفي كل تعليم، بوضع خطط وبرامج معينة محددة لمدة محددة، وإسقالة بالمهارات وتزويدها بالمعارف والأساليب الحديثة لكل جهة. الشخص نفسه لو هو هيطور نفسه منه لنفسه، لا مش هيطور نفسه منه لنفسه، لأن الدماغ البشري ممكن تميل إلى أشياء تؤدي إلى الهلاك أكثر مما تؤدي إلى النجاح. أنا شايف مثلا من جهة مش كله، بس في ناس طبعا بتاخد كورسات وتعمل وتطور في نفسها وتستعد لا لا مش المقصد في كده يا محمد، المقصد أنا لو أنا مثلا كمحمود في مجال معين هتدرب في مجال معين فقط، ممكن أنا كل اللحظة والتاني في اكتشاف في اكتشاف في اكتشاف، أنا الدماغ خلاص تشبعت، لما أدخل على مجال آخر تاني تنوع خلاص مش هينفع، لكن لما يكون في تنوع وفي تشابك بين التدريب الفلاني والتدريب الفلاني على الأقل خالص هيبقى زي المقولة تقال تعلم من كل شيء شيء ولا تعلم عن كل شيء شيء. يعني أنا أبقى عندي معلومة عن كذا وكذا من خلال المؤسسة اللي هتوفر لي أيضا مكان التدريب، مكان التأهيل القائم على التدريب بالصفة التعليمية بتاعته بالصفة الوظيفية الخاصة به بصفة البرنامج اللي قدمه، أنا هكون متأهل جدا في مجال التعليم. صحيح. حتى أنا هفيد، يعني أنا لما يكون أنا مثلا محمد بيه متميز في مجال مثلا الإلقاء والإخراج وكذا، لما أجي أكتسب الخبرة على يد محمد بيه، لا أنا خلاص اكتشفت الخبرة دي عن كذا كذا، لما أجي أقدم حتى أنا لو موجود على منصة التقديم على منصة الإعلان هتذكر محمد بيه قال لي كذا كذا كذا، لأن العين صيد والكتابة تقيم، أنا لو انتظر الكتابة فقط أو كأنا كشخص هكتب لا، لكن العين صيد والكتابة تقيم. جميل. لابد أن يكون في تطوير وتأهيل من المؤسسة نفسها من خلال برامج تدريبية معينة مؤسسات، وعلى سبيل المثال ما وجه به السيد رئيس الجمهورية الأكاديمية الوطنية للتدريب. الأكاديمية الوطنية كل عام تخرج أو كل شهر تخرج أعداد مهولة في مجال التدريب، سواء في القيادة مجال الرئاسة برلمان الشباب تأهيل الشباب الوزارات أو اللي صدر حتى الآن في العدد الكبير جدا المتميز اللي هم نواب المحافظ نواب المحافظين. يعني بصراحة سعيدنا بحضرتك النهاردة والله، يعني ويعني لقاء كان مميز، يعني أحد الشباب محافظة سواج الفخورين بيهم الأستاذ محمود علي محمد المجبري. شكرا لحضرتك. شكرا لحضرتك محمد، شكرا لك. وسعدنا بكم فريق عمل اليوم وبرنامج صباح طيبة، الإعداد أحمد ثروت والمخرج عصام الحواري ومدير التصوير نهل الأنصاري وفريق العمل اللي موجود من الهندسة الإذاعية جميعا بنشكرهم، وسعدت بلقائكم اليوم. شكرا وإلى اللقاء.